مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل خيوط العنكبوت تلتف المتغيرات الجديدة في المشهد اليمني على الفرص المتاحة في الأزمة اليمنية لتعقد كل الخيارات المطروحة للحل. في ضوء مواقف متباينة لمختلف القوى السياسية في الداخل والقوى الإقليمية والدولية في الخارج، أبرز هذه المتغيرات هي وصول رئيس هادي ووزير دفاعه إلى عدن والإعلان عن تراجعهما في الاستقالة، وهو ما يعني بقاء شرعية الرئيس وحكومته في صدارة المشهد على اعتبار أنها الشرعية الوحيدة في اليمن. تبني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعوة حوار القوى السياسية في الرياض للخروج بتسوية تضمن وحدة اليمن في مواجهة سيناريوهات تتحدث عن دولتين لتعويم الحل في اليمن للدفع بالأوضاع إلى مآلات ربما تخدم طرفا على حساب آخر. رفض الحوثيين لمؤتمر الرياض وهو ما قد يدفعهم باتجاه إفشاله بفرض واقع جديد على الأرض يتمثل في اقتحام عدن لخلط الأوراق. أهلا بكم في شؤون الساعة التي نناقش فيها اليوم تطورات الملف اليمني وما تحمله هذه المتغيرات بشأن مستقبل الوضع في اليمن وتداعياته الإقليمية. ضيوفنا عبر الإقمار الاصطناعية دكتور أنور العشقي، مدير مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمد فايز فرحات من القاهرة، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسينضم إلينا لاحقا من دبي الكاتب والمحلل السياسي اليمني دكتور عمر عبد العزيز. فاصل قصير لنبدأ محاور هذه الحلقة، ابقى. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا في شؤون الساعة. أبدأ مع الدكتور أنور من جدة. دكتور أنور، بشأن المواقف أو الموقف السعودي، ما مدى نجاح السعودية في تجاوز كثير من الأخطاء في معالجة الملف اليمني من خلال خطوات مهمة وناجعة اتخذتها الرياض خلال الأسابيع الأخيرة غيرت كثيرا من شكل المشهد الأحادي في اليمن بعد استيلاء الحوثيين على السلطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام. موقف المملكة العربية السعودية هو تماما موقف دول مجلس التعاون. طبعا قدم دول مجلس التعاون مبادرة، وهذه المبادرة من شأنها توحيد اليمن، وطبعا يعني عملية تقييم حكومة وحدة وطنية، وأيضا الانتخابات واختيار الرئيس وعملية الحوار الوطني. الحوار الوطني في اليمن نجح نجاح كبير، كان من حصيلته أن أقر الدستور اليمني، وهذا أصبح الدستور اكتسب مشروعية كاملة. طبعا جاءت عملية الحوثيين بالاتفاق مع بعض الفئات، وطبعا أرادوا أن يغيروا النظام بالقوة، لهذا أطلق عليه الكلام. بعد ذلك دولة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون أصرت على أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار. أخرج الرئيس عبد الفتاح عبد الرب المنصور هادي، طبعا احتجز، طبعا خرج، استطاع أن يتخلص من هذا الاحتجاز وجاء إلى عدن وشكل دولة وشكل عاصمة مؤقتة في عدن، وطبعا بدأ يعيد بناء وراثي وترتيب البيت في عدن. اليوم طبعا كانت مفاجأة كبيرة حينما أخرج عن رئيس الوزراء بحاح، والآن أرى بأن الأمور أصبحت تسير سيف الأسر يعني في طريق الانفراج، خصوصا وأن الرئيس أراد أن يكون مكان الحوار الوطني هو الرياض، ليس الرياض كعاصمة المملكة العربية السعودية،
وإنما في مقترب دول نصف التعاون رضي الرئيس ورضي الكثير معه بذلك. فالمواضيع الآن أخذت تتبلور إلى حد جيد، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الخير قريبا. جميل. أتحول إلى دبي. دكتور عمر عبد العزيز، مرحبا بك معنا. ربما كانت هناك إشكالية فنية ولكن حلت بحمد الله. يعني إلى أين يتجه المشهد اليمني مع هذه المتغيرات الجديدة؟ ولنبدأ أولا بنجاح الرئيس هادي ووزير دفاعه في الوصول إلى عدن على الرغم من غموض مكان الرئيس الآن. الحقيقة أن هنالك خيارات متعددة، ولكن نستطيع أن نتحدث عن خيارين أساسيين. الخيار الأول يتعلق بمواصلة العملية السلمية، وهو الخيار العاقل الناضج الذي يتفق عليه جل الفرقاء في الساحة اليمنية، جل الفرقاء بمختلف طيوف ألوانهم. وهنالك الخيار الثاني، هو خيار المتاهة، أنا أسميها خيار المتاهة، وخيار الصدامات البينية العسكرية هنا وهناك. أنا أعتقد أنه حتى الآن الأمور تجري على نحو يدعو إلى شيء من التفاؤل، بالرغم من كآبة المنظر وبالرغم من دكونة المشهد، إلا أن هنالك نوع من الاستجابة الضمنية من قبل مختلف الفرقاء للذهاب إلى الرياض أو لأي بلد عربي آخر، بحثا عن مخرج وبحثا عن مواصلة العملية السياسية. العملية السياسية في تقدير الشخصي واضحت المعالم، لأنها تأسست جوهرا على المبادرة الخليجية التي نصت على تسليم سلمي للسلطة من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ثم بعد ذلك كان هنالك برنامج مزمن بالتتابع مع المبادرة، وهذا البرنامج كانت محطته الكبرى تتعلق بمؤتمر الحوار الوطني. وعندما حصلت صدامات في منطقة عمران امتدادا إلى صنعاء، كان هناك اتفاق السلم والشراكة الذي لا يختلف من حيث الجوهر عن مرئيات ورؤى المبادرة الخليجية. وبالتالي أنا أتصور الآن أن العملية السياسية إذا ما سارت قدما إلى الأمام، فإنها ستعيد إلى الأذهان كامل التقاليد الإيجابية التي كانت في الساحة اليمنية على مدى عقود سابقة. نحن نعرف أن حرب الملكيين والجمهوريين قديما في سبعينات القرن المنصرم تم إنهاءها من خلال التوافق الحكيم في مؤتمر الطائف، والحروب البينية الشطرية بين الشطرين الشمالي والجنوبي سابقا أيضا تم تسويتها في أكثر من محطة، وخاصة محطة جميل. الكويت. وأيضا فيما يتعلق بنتائج حرب 94 التي إلى حد كبير جدا خرجوا منها اليمنيين بنوع من التوافق العاقل. واضح دكتور عمر. والرصين. واضح دكتور عمر. وبالتالي أعتقد أن نعم. كامل هذه التقاليد تؤشر إلى إمكانية الخروج من المأزق. نعم. واضح دكتور. أتحول إلى القاهرة والدكتور محمد فايز فرحات. دكتور فرحات، في ضوء التطورات التي تحدثنا عنها في المقدمة، هل يمكن أن نقدم تحليلا موجزا لموازين القوى السياسية في اليمن الآن؟ يعني بعد أن دخل مجلس التعاون الخليجي بقوة وراء الدعوة لإقامة حوار في الرياض. نعم، يعني أعتقد أننا هنا يجب أن نميز أولا بين موازين القوى السياسية وموازين القوى ما يمكن يعني أن نطلق عليها الأمنية أو العسكرية. من الناحية السياسية أعتقد أن التوازن يعني لصالح الرئيس هادي منصور والقوى السياسية المؤيدة له، استنادا إلى أولا أن يعني لا يوجد اعتراف بالانقلاب الدستوري أو ما أعلنه الحوثيين وحلفائهم من بيان دستوري، لا يوجد اعتراف دولي أو إقليمي بهذا البيان حتى الآن وما قام به الحوثيين، بل على العكس هناك رفض دولي وإقليمي واضح لما قام به الحوثيين. فبالتالي هنا المجتمع الدولي بشكل عام، القوى الإقليمية أيضا ما زالت تقف بجانب الرئيس هادي منصور وشرعيته باعتبارها هي الشرعية الرئيسية حتى الآن، خاصة بعد أن أعلن تراجعه عن الاستقالة. أيضا يعني على أما فيما يتعلق بالتوازن العسكري أو الأمني، أعتقد أن ما زالت حتى الآن الحوثيين لديهم القدرة على تعطيل العملية السياسية، لديهم القدرة على فرض وجودهم على الأرض من خلال سيطرتهم على بعض المواقع أو بعض المناطق خاصة العاصمة صنعاء. فبالتالي لا يمكن الحديث هنا عن توازن بين الطرفين المتصارعين هناك. يعني طالما كان الحوثيين لديهم القدرة
على تعطيل العملية السياسية، تعطيل النظام السياسي، تعطيل مؤسسات الدولة، أعتقد أن هذا لا يمكن بهذا المعنى الحديث عن وجود توازن بين الطرفين. في الفترة القادمة أعتقد أن التوازن العسكري ربما يميل تدريجيا إلى صالح الرئيس هادي منصور وشرعيته، خاصة بعد أن نجح وزير الدفاع في الانتقال من العاصمة صنعاء إلى والانضمام أو اللحاق بالرئيس اليمني. طيب. أيضا بعد التطورات الأخيرة حول خروج الرئيس رئيس الحكومة من صنعاء يعني الانتهاء الإقامة الجبرية حوله، فبالتالي الأمور تسير إلى وصلت الفكرة دكتور. من نعم وصلت الفكرة، سأعود إليك دكتور. دكتور عمر، الدعوة إلى عقد مؤتمر للحوار في الرياض، كيف أربك ذلك الحوثيين الذين لم يتوقعوا أيضا رفضا شعبيا قويا ضد استيلائهم على السلطة؟ أنا أعتقد أن الآن أمام الحوثيين وضوح إلى حد كبير جدا فيما يتعلق بالرفض المحلي الداخلي والرفض الإقليمي والدولي لسياسة الأمر الواقع المستند على قوة الميليشيات العسكرية ومن يعارض هذه الميليشيات العسكرية. ومن هذه الزاوية نستطيع أن نلتقط بعض الإشارات الإيجابية من قبل الحوثيين، وخاصة الإشارة الأخيرة التي تعلقت بإطلاق سراح رئيس الوزراء ومجموعة الوزراء الذين كانوا تحت الاحتجاز في صنعاء، بالإضافة أيضا إلى تصريحات عبد الملك الحوثي بالأمس المتعلقة بأن هنالك اتصال غير مباشر بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. أنا أعتقد أن هذه الإشارات تدل على أن هنالك ميل للسير في العملية السياسية بكيفية معينة، وأن الحوثيين يريدون مكسبا سياسيا الآن عندما اكتشفوا أن من الصعوبة بمكان أن يبلعوا البلد بكامله. يعني ظهر الآن بالدليل القاطع أن جل الأقاليم اليمنية رافضة وغير قادرين الحوثيين على الوصول إلى هذه الأقاليم. نحن نتكلم فقط عن إقليمين يتواجدون فيه، اللي هو إقليم أزال وإقليم التهائم اليمنية، بقية الأقاليم ليست في طوعهم. وبالتالي من هذه الزاوية أنا أعتقد أنه بدأ الآن ميلان لترجيح الكفة السياسية من قبل الحوثيين، وفي هذا كل الخير لصالح الحوثيين ولصالح اليمنيين. بمعنى آخر أن على الجميع أن يدركوا في هذه اللحظة أن الحل الممكن والمتاح والوحيد الذي يمكن أن يمكنه إنقاذ البلد هو الحل السياسي، والحل السياسي واضح المعالم يتجسد تماما في كامل المرئيات المسطورة في المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. وبالتالي السير في العملية السياسية هو لصالح الجميع. أنا أتصور الآن أن المتغير السياسي الإقليمي والدولي له أهمية بالغة فيما يتعلق بميلان كفة الحل السياسي، وهذا الحل يمكن أن يكون في إطار المؤتمر المقرر في الرياض وربما في مكان آخر من بلدان الخليج العربي. طيب. خاصة وأن الوضع في صنعاء أصبح وضع ميليشياوي تعلقت فيه المؤسسات، تاهت فيه دروب الإمكانيات المؤسسية، وبالتالي من الخير أن يذهبوا للتحاور في أي بلد عربي مناسب، وربما أيضا مقر مجلس التعاون الخليجي الذي كان حاضرا للمبادرة الخليجية. نعم. دكتور أنور، هناك أخبار مؤكدة عن مفاوضات، يعني مؤكدة من الحوثيين أنفسهم، عن مفاوضات غير مباشرة يجريها الحوثيون مع الرياض. أنت كمراقب، ما مدى إمكانية أن يحدث ذلك، وما تصورك لأجندة مفاوضات مثل هذه والطرف الثالث الذي يعني تتم عبره هذه المفاوضات؟ الآن لهم يمكن أكثر من سنة هم يحاولون الخطاب بالمملكة العربية السعودية والحوار مع المملكة العربية السعودية. ولا أستبعد أن يكون هناك حوار كما بطريقة غير مباشرة. الحوثيون يستخدمون عملية طبعا التقية، يعني يريدون أحيانا
يقولون بأنهم يريدون أن يكونوا على المملكة العربية السعودية، ولكن فيما بعد ينتهون. ليست لهم مبادئ أساسية في السياسة، لأنهم لم يتمرسوا على السياسة. فلماذا لا أستبعد أن يكون هناك الآن في هذه الأيام واضح دكتور أنور، يعني لا نريد أن يعني نهاجم أي طرف على حساب آخر، وإنما هي قراءة في هذه الأحداث، لكن أريد يعني أن أتأكد من كلمة مفاوضات. لا دكتور، يعني لا يعني نحن الآن في صدد تحليل، ولا يعني بقصد حل المشكلة اليمنية وطرح القضايا بشكل تحليلي، يعني أرجو أن تهدأ ونتحاور هكذا يعني. لا عفوا يا دكتور، لم أتهمك دكتور، ولكن فقط لطرح الأمور بالشكل المحايد دكتور. تفضل دكتور. أيضاً في الداخل ثلاثة أجندات، أجندة علي عبد الله صالح، وأجندة الحوثيين، وأجندة نفس طبعاً الدولة، يعني عبد الله منصور. فإذاً هذه الأجندات هي كلها الآن تتبلور، وحينما وصل الحوثيون إلى صنعاء، وطلب منهم المجتمع الدولي أن ينسحبوا من المؤسسات الحكومية وأن ينسحبوا، ثم امتدوا إلى الرئاسة. الرئاسة طبعاً كانت الرئاسة طبعاً قيدوا حرية الرئيس وغيرها، هنا المجتمع الدولي غير كثير في هذه الأمور. فهذا هو الواقع الذي يجب أن نعرفه. فأنا لا أغادر طبعاً الحوثيين ولا أغادر غيرهم، ولكن أنا أقول حاجات طبعاً يعني واقعية. شكرا لك دكتور على هذا الهدوء وهذه الصراحة، ونرجو طبعا أن تبقى معنا كضيف عزيز ودائم أنت ملازم لبرنامج شؤون الساعة في معظم حلقاته ومواضيعه. أتحول إلى القاهرة دكتور محمد فرحات، هل يمكن أن نتصور مثل هذا السيناريو وما يمكن أن تؤدي إليه من تفاهمات تساعد في حلحلة الأزمة اليمنية؟ نعم، يعني أعتقد هل المقصود هنا هو احتمال الوصول إلى تفاهمات حقيقية أو سياسية في حوار الرياض المرتقب؟ نعم يعني أعتقد أن يعني لا يمكن الحديث عن نجاح حقيقي لهذه المفاوضات، ونتمنى بالفعل أن تحدث هذه المفاوضات، لأنه تسوية الأزمة في اليمن بالحوار السياسي أعتقد يعني مسألة شديدة الأهمية، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الدولة اليمنية وعلى المجتمع اليمني، وأيضا على مستقبل التحول السياسي في اليمن بشكل عام. في تقدير أن هناك شروط أساسية يعني إذا التزم بها الأطراف جميعهم في هذه المفاوضات، أعتقد في هذه الحالة يمكن الحديث بالفعل عن احتمال حدوث انفراجة. الشرط الأول هو أن يقبل الجميع بفكرة وحدة الدولة اليمنية، وذلك بصرف النظر عن الشكل الإداري لهذه الدولة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، يعني غيرها من العديد من الدول، دولة الإمارات العربية المتحدة كتجربة عربية مهمة، يعني لا يوجد أي خلاف حول الدولة كدولة موحدة، ولكن من الناحية الإدارية يعني غالبا ما يتم أو في كثير من المجتمعات يتم اللجوء إلى شكل من الأشكال الإدارية للحفاظ على حالة التنوع لضمان أو لغيرها لأسباب عديدة. فبالتالي الشرط الأول هو أن يلتزم جميع الأطراف بالدولة اليمنية كدولة موحدة، وأن تترك مسألة الشكل الإداري سواء من حيث عدد الأقاليم، هل تكون دولة موحدة بالمعنى السياسي، هل تكون دولة فيدرالية أو دولة غيرها إلى آخره من الأشكال الإدارية، ولكن المهم هو أن يقبل الجميع بفكرة الدولة اليمنية كدولة موحدة، وأن يجب الحفاظ على الدولة اليمنية كدولة موحدة. الشرط الثاني هو أن يتنازل الجميع عن فكرة الوصاية على الدولة اليمنية، يعني المشكلة بعض الأطراف أنها تنطلق من أنها أصبحت وصية على الدولة
الدولة اليمنية وأن رؤيتها السياسية يجب أن يقبل بها الجميع. الشرط المهم هنا هو أن يقبل الجميع بأنهم ليس لديهم وصايا وأن الجميع شركاء في الوطن وليست العلاقة بينهم هي علاقة سنعود إلى هذا المحور دكتور فرحات. أتحول إلى دكتور عمر في دبي. دكتور عمر، الحراك السياسي الآن بعد خروج الرئيس هادي الذي كان له الكثيرون الاتهامات بمسؤوليته عما حدث من سيطرة الحوثيين على صنعاء، واليوم تحول في نظرهم إلى المنقذ الموحد لجبهتهم المناهضة للحوثيين، هل بمقدور هذا الحراك والداعمين له داخليا وخارجيا إيجاد مناخ مغاير لقناعات الواقع الذي يسيطر عليه الحوثيون الآن؟ أولا فيما يتعلق بسيناريوهات سقوط صنعاء، حتى الآن ما زالت الأمور في طور أن تنجلي، ليس هنالك جلاء واضح، لأن كثير من الذين كانوا ملتبسين بهذه الحالة لم يدلوا بدلوهم فيما يتعلق بكيفية هذا السقوط الحر للعاصمة اليمنية التي كانت مدججة بكثير من المعسكرات بكل أنواع الأسلحة وبالفرقاء السياسيين أيضا. هذا أمر سنتركه للتاريخ، لكن مما لا جدال فيه أن المتغير السياسي القائم في اليمن خلق جدلا خلاقا، وهذا الجدل الخلاق حتى وأن يبدو الآن سيئا إلا أنه في نهاية المطاف سيوصل اليمنيين إلى ضرورة الذهاب إلى الدولة الاتحادية اللامركزية. بمعنى آخر أن المتغير الجوهري الذي سيأتي في المستقبل المنظور له علاقة باللامركزية التامة، وهذا يعني ضمنا تعظيم الأفضليات الأفقية في الأقاليم اليمنية المختلفة وتأكيد فكرة المشاركة الأفقية وأيضا مؤسسة الدولة بعقلية وبروحية جديدة. بالتالي هذا هو فرس الرهان في تقدير الشخصي. كل الصراعات الأخرى وكل الشخصنات التي نراها هنا وهناك وكل الاستهامات الأيديولوجية لا معنى لها قياسا بهذا الهدف الكبير، وهو هدف بناء دولة جديدة اتحادية لا مركزية تجعل كل الماضي وراء ظهرها وتؤدي إلى ترسيخ الطريق وترميم الطريق لمستقبل موضح بإذن الله. دكتور هذا عمر هو الشيء الجوهري والأساسي الذي لابد أن يركز عليه كل فرقاء الساحة السياسية بدلا من الاستمرار في ثقافة المكايدات وتصفية الحسابات. دكتور عمر، بما أنك ستغادرنا بعد قليل، يعني أود طرح سؤال أخير عليك نظرا لارتباطك. ربما يفكر الحوثيون في خلط الأوراق وتغيير الواقع على الأرض بالتحرك عسكريا تجاه عدن، خاصة وأن كل المؤشرات من بينها اختفاء الرئيس هادي من عدن تصب في هذا الاتجاه. ما هي النتائج المترتبة على هذه الخطوة على الصعيدين الداخلي والإقليمي؟ أولا أنا أستبعد إجرائيا ومفاهيميا مثل هذه الخطوة لسبب بسيط جدا، أن الحوثيين لم يتمكنوا من اختراق عديد الأقاليم وما زالوا واقفين عند تخوم رداع والبيضة ومأرب. بمعنى آخر أنه التفكير في الاجتياح للمناطق الجنوبية ومناطق وسط الشمال اليمن ووسط اليمن، هذا كله تفكير في تقدير الشخص فيه درجة عالية من التطير، في درجة عالية من عدم تقدير العوامل الموضوعية والحقيقية القائمة على الأرض. وبالتالي أنا أميل الآن إلى أن الحوثيين بدأوا يرجحون كفة العمل السياسي والحفاظ على المكاسب التي وصلوا إليها بوصفهم شركاء في معادلة الحكم القادم، شركاء في معادلة صناعة القرار، وهذا لصالحهم ولصالح اليمن في تقديري الشخصي. أما فيما يتعلق بالسيناريوهات العسكرية، لا أتصور أن هنالك أي قيادي عسكري حصيف في هذا الظرف سيذهب إلى شن حرب واجتياح إلا إذا كان سيغامر مغامرة غير محسوبة العواقب. وفي تقديري الشخصي أن مثل هذه المغامرات غير محسوبة العواقب ليست في وارد أن يحصل. ما حصل في صنعاء أمر استثنائي تماما، كان هنالك تسليم طوعي للعاصمة، كان هنالك تواطؤ واضح المعالم مع الحوثيين، كان هنالك استيهام سياسي عند بعض الأطراف في أنهم يمكن أن يكونوا حصان طروادة لتحقيق مآرب أخرى، لكن هذه المسألة تبينت في الأخير في أن الحوثيين أيضا لهم أجندتهم الخاصة مع مهما تحالفوا مع هذا الطرف أو ذاك. وبالتالي أنا أتصور أن فكرة الاجتياح ليست واردة والعمل العسكري ليس واردا إلا إذا صدر عن عقل غير سوي،
وغير عسكري حتى. دكتور عمر عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي اليمني حدثنا من دبي، شكرا على مشاركتك في البرنامج، وطبعا نظرا لارتباط الدكتور سيغادرنا في هذا الوقت، شكرا لك دكتور. تحول إلى دكتور أنور العشقي في جدة. دكتور أنور، الحوثيون كلاعب قوي ومسيطر غير مستوعبين لتعقيدات العوامل الإقليمية والدولية، وأيضا غير قادرين على إقناع بقية اليمنيين، وأنت ربما أشرت قبل قليل بهذا، يعني هم غير جديرين في الشراكة الوطنية حتى ولو بقوة السلاح، ويرفضون أيضا أي حوار. والكوفيون من نقلهم الى سمعاء طبعا هو بقيه القبائل التي انضمت اليهم والتي كانت يعني تتقاضى 300 ليره في الشهر. الكوفيون الان يدركون حقيقه قوتهم، لهذا هم لن يتقدموا للهجوم على عدن، ولو تقدموا للهجوم على عدن فمعنى هذا انها ستكون هناك الحرب الاهليه. إذا كان فهم طبعا تكون هناك حرب أهلية، وليس في اليمن أحد يريد ذلك، لكن هناك الآن الأوضاع اختلفت، وأرى بأن الحوثيون سوف ينضمون إلى قافلة المفاوضات وقافلة القرار الوطني وسيأتون إلى الرياض، وإذا لم يأتوا فإنهم قد يكونوا قد عزلوا أنفسهم عن طبعا القرار الوطني. لكن دكتور 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 عفوا للمقاطعة، ما هو توقعك لهذا الحوار؟ كيف يكون شكل الحوار أو حوار الحوثيين مع الأطراف المختلفة في اليمن؟ الحوار سيكون استكمالا للحوار السابق، وإبداء طبعا تخطيطاتهم التي يعني طرحوها وكانت سببا في تقدمهم إلى صنعاء. فيناقش الجميع ذلك، ونحن نعرف اذا وصلوا الى الرياض فانهم لن يعودوا الا متفقين، والجميع متفق على ان اليمن يجب ان تكون موحده، يجب ان تكون يعني طبعا امنه، ولان ذلك سوف يكون والا فان ذلك يشكل ايضا خطرا على الامن القومي في الجزيره العربيه. دكتور محمد فايز في القاهره، كيف يمكن للحوثيين الرد على تحرك الرياض باتجاه دعم الشرعية اليمنية من خلال مؤتمر الحوار الذي تتبناه دول مجلس التعاون الخليجي؟ نعم، يعني أعتقد أن الحوثيين ربما يعمدوا إلى استراتيجية لإذا ما قرروا محاولة إفشال حوار الرياض، سوف يتبعون في تقديري استراتيجية تقوم على يعني ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي عدم المشاركة في يعني هذا الحوار، وبالتالي تصدير يعني فكرة أو فرضية بأن هذا الحوار لا شرعية له، طالما أن هناك أطراف معينة لم تشارك في هذا الحوار، وأعتقد أنهم ربما يمارسون ضغوطهم على أكبر عدد ممكن من القوى السياسية لعدم الأخرى من حلفائهم لعدم المشاركة في هذا الحوار، للطعن في مشروعية النتائج التي سوف يتم التوصل إليها في هذا الحوار، باعتبار أنه لم يكن حوارا بين الجميع أو لم يقوم على فكرة تضمين واحتواء كل الأطراف المتصارعة أو المختلفة سياسيا في اليمن. الاستراتيجية الثانية أو المحور الثاني، أعتقد أنهم سيسعون بالتأكيد إلى محاولة إرباك يعني الأوضاع الأمنية في اليمن من خلال محاولة التوسع خارج صنعاء والسيطرة على أكبر عدد ممكن أو مساحة ممكنة من الأراضي، واستمرار التمسك أو السيطرة على يعني أو احتلال المؤسسات الحكومية في صنعاء. أعتقد أن بهذه الطريقة أعتقد سوف يحاولون إفشال النتائج الحوار إذا ما قدر لها أن تعقد في غيابهم. وأعتقد أن في هذه الحالة سوف يكون هناك تحدي كبير على دول مجلس التعاون الخليجي، إذا ما يجب في تقديري أنها يجب أن تستعد للحوار معها للتعامل مع هذا السيناريو، إذا ما رفض الحوثيين المشاركة أو إذا ما نجحوا في إفشال يعني هذا أو حتى إذا شاركوا في الحوار وعمدوا أو نجحوا في إفشال
نتائجه. أعتقد في هذه الحالة دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون مستعدة لهذا السيناريو ومستعدة للتعامل مع هذا السيناريو. وفي تقديري أن المسؤولية هنا لا يجب أن تقع فقط على دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أعتقد جامعة الدول العربية سوف تكون أمام تحدي كبير في التعامل مع هذا الموقف. لأن في هذا نعم دكتور أنور، يعني أشار الدكتور محمد فايز إلى مجموعة من التحديات التي يمكن أن يواجهها الخليجيون. كيف يمكن مواجهة هذه التحديات التي أشار إليها دكتور فرحات؟ لكن هناك أمور أخرى دقيقة. أولا، الحوثيون ليس في أجندتهم أن يستولوا على اليمن كاملة، لأنهم أولا أنهم طبعا في البداية كانوا يدعمون الحياة الوطنية والانتصار، لكن حليفهم الرئيس علي بن صالح هو الذي يريد أن يحافظ على مكتسباته حينما راح اليمن. فلهذا هنا رأيين في داخل المعسكر الكوفي عبد الرسول. طبعاً هنا إذا كانت طبعاً الأمور سوف ينتحل، فإننا سنكون أمام عدة سيناريوهات. السيناريو الأول انتقال الجنوب عن الشمال، وهذا مبتغى جميع أبناء الجنوب أو أكبر عدد من أبناء الجنوب. أبناء الجنوب انتقلوا كيادات منتقلة إلى سر إلى أحد الدول الخليجية وتفاوضوا مع أنفسهم وضلوا فكرة أن تكون لهم قيادة موحدة، والآن عادوا للمرة الثانية. فهذه ستكون في مواجهة أي انتهاك لطبعا الشرعية التي اتفق عليها في الماضي. أيضا السيناريو الثاني أن تكون حرب أهلية، وهذه يستبعدها، لأن الرئيس عبد الله بن حسين الأحمر كان يقول نحن لمن نتقاتل في اللحم ولكن لا نصل الى الارض. الامر الثالث ان الرئيس عبد الله يعني يتمنى ان يكون ابنه هو الرئيس في اليمن. هذه السيناريوهات المعروضه الان والمطروحه، لكني على يقين بانهم سوف يتواضعون ويتحاورون وسيصلوا الى كلمه سواء. لكن دكتور أنور، كيف تقرأ تهديد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؟ كانت له تصريحات بمهاجمة عدن، وهل هذه إشارة بضعف العلاقة بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح؟ ليست إشارة بضعف، لكن اختلاف وجهات النظر بين الحوثيين وبين الرئيس علي عبد الله صالح. الرئيس علي عبد الله صالح ليس هو فقط كان رئيس اليمن، إنما هو رئيس المؤتمر الشعبي العام. فهذا حينما يتكلم فهو يتكلم بنظرة أو برأي المؤتمر الشعبي العام. وعند المؤتمر الشعبي العام فيه أيضا بعض الجنوبيين، وهؤلاء لا يريدون الانفصال، ولكن هو لأنه يخشى من الانفصال فيهدد الآن بالهجوم. في المقابل الرئيس محمد عبد الرب هادي منصور أو يعيد طبعا الجنود والوحدات العسكرية الجنوبية مرة ثانية، بالإضافة إلى بعض المعنيين الشماليين لحماية الشرعية في اليمن. لكن دكتور، كيف فهمتم أو فهمت الرياض الإشارة الخاصة بالمناورات العسكرية التي قام بها الحوثيون بمحاذاة الحدود في صعدة؟ وهل تعتبرون ذلك جزءا أيضا من التحرك ضد الحوار في الرياض؟ دفعوا 20 كيلو إلى داخل اليمن، والقوات السعودية انسحبت 20 كيلو والمواطنين انسحبوا 20 كيلو. فهنا الآن أصبحت منطقة عازلة، لا نستطيع أن تقول بفر زون، وهذه المنطقة أصبحت تشكل أمن حدودي بين الحوثيين والسعودية. نعم.
دكتور محمد فايز، كيف تقرأ انعكاسات قرب التوصل إلى اتفاق غربي طبعا مع إيران بشأن الملف النووي على الأزمة اليمنية؟ نعم، يعني هذا سؤال بالفعل في منتهى الأهمية، لأن لا يعلم أحد حتى الآن ما هو أبعاد هذا التوافق الإيراني الغربي بشكل عام حول البرنامج النووي. هل سوف يقتصر الأمر على التوافق حول البرنامج النووي الإيراني، أم سوف يعني يكون اتفاق أوسع من هذا بكثير ليشمل يعني قضايا سياسية أو تفاهمات سياسية بين إيران والغرب في المنطقة؟ في تقديري أن إيران إذا ما قبلت، أو إذا افترضنا أنها جادة بالفعل في مسألة الحوار حول برنامجها النووي، أنها سوف تقدم تنازلات بالفعل لدى الغرب فيما يتعلق بهذا البرنامج، أو تقديم ضمانات على الأقل فيما يتعلق بطبيعة البرنامج النووي الإيراني والتعامل مع الشكوك الغربية حول هذا البرنامج، أعتقد أن إيران لن تقدم كل هذا بدون الحصول على عائد سياسي محدد في المنطقة. وأعتقد أن الثمن السياسي الذي تريده إيران هو في منتهى الوضوح، هو الاعتراف الغربي والأمريكي بدور إقليمي لإيران في المنطقة، وبالتالي هذا الدور الإقليمي لإيران يعني يشمل مناطق نفوذ محددة، يشمل مناطق مثل يعني سوريا، النظام السوري، يشمل مسائل تتعلق بأيضا منطقة أفغانستان، يشمل أيضا جزء منها اليمن. أعتقد أن مجرد أو نجاح إيران في الاعتراف أو الحصول على اعتراف غربي أمريكي بدور إقليمي ونفوذ إيراني في المنطقة، أعتقد هذا سوف يمثل خطرا شديدا، وربما يشمل هذا قضايا معينة أو تنازلات معينة من الغرب لإيران. وبالتالي العالم العربي في تقديري يجب أن يكون واعيا جدا بهذه المسألة والتداعيات والانعكاسات السياسية لحدوث مثل هذا التفاهم. وفي تقديري أن العالم العربي، سواء مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية والقوى العربية الرئيسية يعني أعتقد يجب أن تعمل من الآن على قطع الطريق على أي نفوذ إيراني محتمل أو أي يعني مقايدة سياسية بين إيران والغرب فيما يتعلق بالقضايا العربية، سواء فيما يتعلق بسوريا أو فيما يتعلق باليمن. وبالتالي يجب قطع الطريق الآن على يعني مثل هذه التنازلات أو المقايدات. ومن هنا كان تحذيري أو تأكيدي على ضرورة استعداد العالم العربي ودول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية مع التعامل بجدية والاستعداد من الآن مع سيناريو احتمال فشل الحوار في الرياض والتوصل إلى تفاهم مع الحوثيين، لأن في هذه الحالة أعتقد أن العالم العربي سوف يكون مسؤولا بشكل رئيسي عن الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية، وهو المفهوم الذي قامت عليه يعني جامعة الدول العربية. وبالتالي هنا أختلف مع ما قاله دكتور أنور أنه فيما يتعلق ب يعني أن السيناريو الحرب الأهلية أو غيره، كل هذه يعني احتمالات بالفعل قائمة، ولكن يجب يعني لا يجب التسليم بها أو يعني يجب التعامل معها بحذر شديد وبدرجة كبيرة من الخطورة، لأن هذه التداعيات انهيار اليمن أو الدخول في حرب أهلية أو تحول اليمن إلى دويلات، يعني أعتقد هذا سوف يكون له انعكاسات ستتجاوز جميل. بالتأكيد دكتور. مسألة اليمن دكتور. نعم. ما تأثير الأزمة اليمنية على الأمن القومي العربي، وكيف يمكن للعرب مواجهة هذه الأزمة طبعا إذا ما فشل حوار الرياض؟ فيما يتعلق بمسألة التداعيات الخطيرة للأزمة اليمنية على العالم العربي والأمن القومي العربي، أعتقد أنها تنطوي على خطرين رئيسيين بالإضافة إلى أخطار أخرى، ولكن أريد التأكيد على خطرين أساسيين. الخطر الأول أن إذا سلمنا بسيناريو أو تركنا يعني مسار الأزمة اليمنية للتطور بدون يعني تدخل عربي، واضح أن في هذه الحالة ربما نفاجأ بانقسام الدولة اليمنية، والانقسام هنا لن يكون على أساس سياسي، سوف يكون على أساس محاصصات يعني طائفية أو يعني انقسامات قبلية أو غيرها، وبالتالي هذا للأسف الشديد قد يؤسس لانفصالات أو انقسامات أخرى في الدول العربية أو المجتمعات العربية. النقطة الثانية أن إذا سلمنا بما يطرحه الحوثيين من محاصصة طائفية أو غيرها، أعتقد إذا سلمنا هذا سوف يكون الباب مفتوح لمزيد من المحاصصات الطائفية والانقسامات الطائفية
في العالم العربي، وكما نعلم كانت هناك دولة عربية كبيرة ومهمة يعني قامت على مفهوم الدولة الموحدة، ولكن للأسف الشديد يعني تواجه الآن يعني تحديات كبيرة على أسس طائفية للأسف الشديد وأسس يعني مذهبية. فبالتالي أعتقد أن العالم العربي يجب أن يكون واعي لهذه المسائل وانعكاسات هذه السيناريوهات السلبية للأسف الشديد في اليمن، هذا بالإضافة إلى الانعكاسات الأمنية. إذا افترضنا حدوث لا قدر الله دخول اليمن في حرب أهلية، يعني هذا سيعني دخول اليمن في منطقة الدول أو الدول الفاشلة، وأعتقد أن هذا سوف يعني مزيد من توسع تنظيم القاعدة، انتقال تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات التكفيرية إلى اليمن، لأن هذه التنظيمات للأسف الشديد تنشط بقوة في المناطق التي تواجه فيها الدولة تحديات خطيرة. دكتور، نقطة أخيرة يعني أريد التأكيد عليها. تفضل. أن في يعني أن الدول العربية، جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، يعني في تقدير أنها إذا لا قدر الله فشل حوار الرياض، أعتقد أننا يجب أن نكون على استعداد، وفي تقديري أننا لا يجب أن نستبعد تدخل عسكري عربي لفرض الحفاظ على الدولة اليمنية ولفرض الشرعية، لأن هذا سوف في تقديري هو جزء رئيسي من مفهوم الأمن القومي العربي. ولا أتفق مرة أخرى مع ما قاله دكتور أنور بأن دول مجلس التعاون الخليجي لا تريد التدخل في الشأن اليمني، هذا ليس تدخلا في الشأن اليمني، ولكن هو تدخل بغرض الحفاظ على الدولة اليمنية. كل التنظيمات الإقليمية الآن بدأت تعيد النظر في مفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلية، كل معظم التنظيمات بدأت الآن أو المنظمات الإقليمية بدأت تتعامل مع مفهوم الشأن الداخلي باعتبار أنه جزء رئيسي من مفهوم الأمن الإقليمي. وبالتالي في هذه الحالة دول مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية خاصة على أرضية الحديث العربي المجدد والمهم حول أهمية إنشاء قوة ردع أو قوة عسكرية عربية مشتركة، واضح أعتقد دكتور. أن التدخل في هذه الحالة سوف يكون للحفاظ على الدولة اليمنية وليس كنوع من التدخل في الشؤون الداخلية. دكتور أنور، يعني كما أشار دكتور فايز وأنت أشرت قبل قليل طبعا أن دول مجلس التعاون لا تريد التدخل في شؤون اليمن وإنما طلب منها التدخل، يعني ألا ترى أن عدم استقرار اليمن يؤثر على أمن الخليج بشكل مباشر؟ الشيء الثاني الحقيقة يعقوب أعرف بالحق إني أنا لي علاقة ولي اتصال مع رئيس عبد الصالح ومع عبد الملك الحوثي. نفس الهم، فأنا عارف اللعبة كلها وعارف القضية كلها، ولكن الآن جاء الوقت لكي يتفقوا معا ويحددوا ما هو المطلوب. طيب نعم. الدستور بين أن تقسم اليمن أو تقسم أن تكون هناك فيها 6 مقاطعات، حكومة فدرالية، أؤكد على حكومة فدرالية. الحوثيون رفضوا ذلك لأنه ليس لم يكن لهم مطل على البحر. حكما أقول لك أنه إلى الآن المستشفى السعودي أن في اليمن في صعبة لأكل ذلك الحوثيين يعمل على علاج الحوثيين. المملكة العربية السعودية تحافظ على أعدائها وعلى أصدقائها، ولكن لا أعتقد أن الحوثيين هم أعداء للمملكة العربية السعودية، ولكن الحوثيون لهم مطالب، ولكن هذه المطالب لا تتفق مع الشرعية التي اتفق الجميع عليها. فإذا الآن الطريق الوحيد هو الحوار، وإلا سيكون هناك انتصار. لكن دكتور، يعني ما إمكانية تدخل عسكري من قبل دول مجلس التعاون في ظل يعني المخاطر التي تهدد بتقسيم اليمن؟ وأيضا تدخل عربي. فإن المملكة العربية السعودية سوف تتدخل وتوقف هذه القوة.
وخصوصا الان لديهم الجيش ويستطيعوا ان ذلك اذا كان ذلك جاء بطلب من الحكومه اليمنيه من الحكومه الرسميه الشرعيه اليمنيه فالمملكه وقتها تستطيع ان تتدخل وبالفعل حينما تقدم الشيوعيون في الامن الاتحاد السوفيتي رغبت في القوة الرئيسة عبد الرزاق في المملكة العربية السعودية لإيقاف تقدمهم فقامت المملكة العربية السعودية بقصفهم وإعادتهم ثانية إلى اليمن الجنوبي. لكن دكتور ربما هناك سؤال مهم، يعني ربما المشاهد والكثير من يتساءل لماذا ترك اليمن إلى أن وصل إلى هذه المرحلة؟ سيطر الحوثيون على مقر الرئاسة وسيطروا على كل المفاصل في اليمن وأدى إلى يعني الضغط على استقالة الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي، ألا ترى أن يعني المملكة لم تتدخل في وقتها؟ هذه هي التي تهدد الامن القومي الامريكي. الرئيس الامريكي قبل شهرين القى محاضره لتحرك الكليه العسكريه ووضح سياسته وفي البند الرابع كان يتكلم عن العراق وقال بالنص لقد تحالفنا مع السماحه الحوثيين لضرب الارهاب في اليمن. وهذا طالما ان ثاني الحوثيون هدفهم الاساسي ضرب الارهاب في اليمن المملكه العربيه السعوديه التزمت الصمت. وحينما غيروا من سياستهم واحتلوا طبعا صنعاء وغيروا في الارهاب هنا اصبح هناك في تغيير كبير في الموضوع. دكتور محمد فايز، ما إمكانية التدخل العسكري أيضا؟ نفس السؤال ربما يطرح نفسه، عربيا وخليجيا في اليمن، وما تأثير ذلك على تركيبة المعادلة السياسية والعسكرية؟ يعني في تقديري أن دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من جامعة الدول العربية يجب أن تكون مستعدة بالفعل للتدخل العسكري، أو على الأقل أن تكون هناك استعداد لهذا التدخل. يعني على سبيل المثال وهناك يعني سأطرح سيناريو، إذا افترضنا حتى إذا افترضنا أن الحوثيين سوف يشاركوا في حوار الرياض، وإذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين كل القوى السياسية على خريطة طريق أو خارطة محددة بجدول زمني محدد لتنفيذ مثل هذه ما تم الاتفاق عليه. السؤال من الذي سوف يضمن التزام جميع الأطراف بتطبيق هذه الخطة؟ من الذي سوف يضمن عدم خروج الحوثيين مرة أخرى على ما تم الاتفاق عليه؟ يعني كان هناك كان لدينا المبادرة الخليجية، ثم كان لدينا يعني الاتفاق الشراكة والمصالحة وخرج الحوثيين عليه. فبالتالي السؤال هنا ما الذي يضمن أنه حتى إذا شارك الحوثيين وإذا تم الوصول إلى خريطة طريق للمرحلة القادمة، من الذي سوف يضمن يعني تطبيق هذه الخريطة وعدم خروج أي طرف عنها في المستقبل؟ أعتقد في تقديري أن الذي سوف يضمن هذا هو أن تكون هناك قوة واضحة سوف تضمن أو تجبر جميع الأطراف على الالتزام بهذه الخطة، وهذه القوة أعتقد يجب أن تكون قوة عربية سواء كانت خليجية أو قوة عربية بشكل عام. يعني وهذا سوف يوفر ويقطع الطريق على تدخل عسكري في اليمن، تدخل عسكري دولي. خبرة المنطقة وخبرة الدول العربية مع التدخلات العسكرية الخارجية أو الأممية للأسف الشديد كانت سلبية، والحالة الليبية تمثل نموذجا صارخا، الطريقة التي تدخل بها المجتمع الدولي في ليبيا ثم خروجه مباشرة أو عدم وجود أو استمرار هذا التدخل أو الحضور الدولي الواضح يعني القوي في ليبيا أدى إلى تحول ليبيا إلى ما هي عليه الآن. فبالتالي لا مفر في تقديري من أن تكون هناك قوة عربية أو خليجية أو خليجية عربية يعني بشكل عام تقف وراء أي اتفاق سياسي، وأنه في حالة عدم يعني. فبالتالي في تقديري أن جميع البدائل جميع السيناريوهات سواء كان الحوار السلمي أو غياب الحوار السلمي تفرض علينا أو تفرض على القوى العربية الفاعلة التفكير بجدية في هذا السيناريو كنوع من يعني قطع الطريق على أي تدخل خارجي يعني سلبي في ليبيا. هناك
يعني خطأ أيضا في تقديري، يعني وقع فيه يعني بمناسبة السؤال الذي وجهتموه إلى يعني الدكتور أنور، أن كان في تقديري كان هناك خطأ، يعني خطأين أساسيين حدث في المرحلة السابقة والذي أدى إلى ما باليمن ما هو يعني لما هي عليه الآن. الخطأ الأول أننا بعد المبادرة الخليجية، ونعلم جميعا أن المبادرة الخليجية كانت هي يعني المظلة أو الإطار الرئيسي الذي ضمن الانتقال نقل السلطة في اليمن من الرئيس علي عبد الله صالح إلى الرئيس هادي منصور هادي. هذه المبادرة للأسف الشديد بعد حدوث الانتقال يعني نقل انتقال السلطة، الدول الخليجية تراجعت إلى حد ما وتركت الأمر للمبعوث الأممي وللأمم المتحدة، وللأسف الشديد دور المبعوث الأممي لم يكن بالقوة والوضوح الذي يوجه أو يوصل رسالة واضحة لجميع الأطراف وخاصة الحوثيين بأنه يجب الالتزام بالمبادرة الخليجية. الخطأ الثاني الذي وقع فيه الرئيس منصور هادي في تقديري هو اتفاق الشراكة والمصالحة الذي وقعه مع الحوثيين. يعني للأسف الشديد كلمة الشراكة هنا لم تكن سليمة، لم تكن دقيقة بالمعنى السياسي. لا يمكن الحديث عن شراكة بين الدولة وبين قوة داخلية، الذي يمكن عليه هو اتفاق عليه أو مفهوم المصالحة إنجاز، يعني هو فقط المقبول، ولكن عندما يتم توقيع اتفاق للشراكة لا يمكن من الناحية السياسية قبول فكرة الشراكة بين الدولة وبين قوة سياسية مهما كانت يعني هذه القوة حتى ولو كانت رئيسية. الفكرة الشراكة هنا أوصلت يعني رسالة خاطئة للحوثيين بأنهم شريكين مع الدولة. الشراكة تكون بين القوى السياسية وليس بين القوى السياسية وبين الدولة. فهذا كان خطأ رئيسي في تقديري وقع فيه الرئيس منصور هادي، وهذا ما يفسر بعد اتفاق توقيع هذا الاتفاق انهارت الأمور أو تراجعت وتدهورت بشكل يعني بشكل سريع. دكتور أنور، كيف تقرأ مستقبل الأزمة اليمنية في ظل حوار الرياض، وهل نحن فعلا بتنا قريبين من حل الأزمة اليمنية؟ من جدة دكتور أنور العشقي، مدير مركز الخليج للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. وأشكر ضيفي من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. كما أشكر ضيفي الذي كان معنا من دبي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني دكتور عمر عبد العزيز. وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في أمان الله.